السلام عليكم. دي قارة أوروبا ودي قارة إفريقيا ودي قارة آسيا. كان زمان السفينة عشان تيجي من غرب أوروبا من عند بريطانيا وفرنسا وبلجيكا وهولندا كانت بتمشي كده في المحيط الأطلنطي وتلف حوالين قارة إفريقيا غرب إفريقيا كده وتلف لغاية راس الرجاء الصالح وتيجي واخدة كده سكتها في المحيط الهندي بعد ما كانت في المحيط الأطلنطي وتتجه شمالا بعد ما كانت متجهة جنوبا عشان تروح فين؟ تروح مثلا الهند وتروح الصين وتروح اليابان. فالسفينة كانت بتاخد المشوار الطويل ده اللي كان اسمه طريق رأس الرجاء الصالح. هي دي رأس الرجاء الصالح اللي هي في جنوب قارة إفريقيا تماما عند دولة جنوب إفريقيا ومدينة كيب تاون. هنا كانت السفينة بتاخد مشوار مثلا 19500 كيلو متر. لكن بعد افتتاح الخديوي اسماعيل لقناة السويس سنة 1869 فالسفينة هتيجي من غرب اوروبا برضو وهتمشي في نفس السكة لكن مش هتكمل في المحيط الاطلنطي انما هتدخل في مضيق جبل طارق. مضيق جبل طارق هو اللي بيفصل بين اسبانيا والمغرب. هتدخل في البحر المتوسط السفينة وتمشي شمال افريقيا وجنوب اوروبا طبعا وتيجي عند مدينة بورسعيد وتيجي داخلة في قناة السويس كده اهو وتنزل للسويس وتنزل في خليج السويس وتمشي في البحر الأحمر بطوله كله وتيجي رايحة في مضيق باب المندب اللي بيفصل بين اليمن وجيبوتي. ده مضيق باب المندب تدخل منه على خليج عدن اللي بيفصل بين الصومال واليمن وتيجي داخلة في بحر العرب والمحيط الهندي وتكمل بعد كده تروح أي دولة من دول الشرق أو حتى استراليا. والسكة دي أقصر بكتير من السكة الطويلة اللي هي تلف حوالين قارة إفريقيا كلها لأن الخط الأحمر اللي أنا عامله ده طوله 12000 كيلو بينما الخط الأصفر ده زي ما قلنا طوله 19500 كيلو فده بيوفر كتير جدا على السفينة. تعالوا بقى نشوف قناة السويس في مصر إيه حكايتها. دي كرة الأرض اللي إحنا عايشين عليها لسه الناس مش مصدقة انها كورة. ما علينا. قناة السويس لو هنبدأها من الجنوب فبتبدأ من عند مدينة السويس عند ميناء هنا اسمه بور توفيق وبتمشي القناة كده للشمال تمشي وتعدي بعد كده في جزء منه اسمه البحيرات المرة، البحيرات المرة الصغرى والكبرى وتمشي تاني القناة بعد كده في هنا بحيرة التمساح عند مدينة الإسماعيلية وفي بعد كده نوصل للتفريعات اللي عند بورسعيد. هنفهم المسار ده واحدة واحدة. تعالوا نبدأ الأول بالسويس. هنا في السويس هنلاقي إيه؟ هنلاقي مدخل القناة من عند خليج السويس في مواني أو أرصفة بحرية كتيرة. المنطقة دي اسمها بور توفيق والمنطقة دي عملها الفرنساويين زمان وهتلاقي فيها مباني كتيرة طبعها فرنساوي وكأنها مبنية في أوروبا. وكمان هنلاقي حدائق خضراء كتيرة جميلة في بور توفيق والمكان ده جميل جدا وتعالوا نشوف صور ليه. ده جامع بدر في مدينة بور توفيق أو في المنطقة اللي اسمها بور توفيق تابعة لمحافظة السويس تابعة لمدينة السويس وهي المنطقة دي بداية قناة السويس أو مدخل قناة السويس من ناحية الجنوب عند ميناء بور توفيق أو اسمه ميناء السويس. مسار قناة السويس أو طولها من عند السويس كده لغاية بورسعيد السفينة هتمشي في المسار ده حوالي 162 كيلومتر. من مدينة السويس لغاية مدينة الإسماعيلية المشوار بالعربية حوالي 89 كيلومتر ومن مدينة الإسماعيلية لغاية مدينة بورسعيد المشوار بالعربية حوالي 80 كيلومتر. عموما بعد ما السفينة دخلت وعدت على السويس ودخلت في القناة بتمشي السفينة بعد بور توفيق مسافة 25 كيلومتر والمسار ده أو الجزء ده من القناة مفرد مفهوش ازدواجات عشان موضوع الازدواجات ده مهم هنفهمه بعد شوية أو هنشوفه بعينينا يعني. وبعد ما بتمشي السفينة مسافة 25 كيلومتر في المسار المفرد ده بتدخل في البحيرات المرة الصغرى وتلف كده هاو تمشي السفينة وتوصل للبحيرات المرة الكبرى وبعد كده تدخل في حتة اسمها تفريعة قناة السويس لأن قناة السويس هنا مسارها مزدوج في يمين وفي شمال أو في شرق وفي غرب. تمشي السفينة كده طبعا في الناحية اليمين كده وتيجي هنا برضو هتلاقي تفريعة تانية وفي جزيرة في النص كده احنا عدينا على مدينة الإسماعيلية. وبعد كده بتمشي كمان السفينة بعد ما تعدي الجزيرة دي اللي اسمها جزيرة البلاح بتعدي هنا على مدينة اسمها القنطرة غرب والقنطرة شرق وتكمل تاني في المسار المفرد ده لغاية ما تلاقي ازدواج هنا او تفريعة رايحة يمين تدخل فيها السفينة وفي تفريعة تانية رايحة شمال جاية من عند بورسعيد. طبعا القناة بتفصل بين سينا في الشرق والدلتا والصحراء الشرقية في الغرب. ازاي نعدي من الغرب للشرق او العكس؟ طول عمرنا بنستخدم المعديات من ساعة ما عملوا القناة لغاية عصر الرئيس محمد انور السادات واحنا بنستعمل معديات زي اللي بنستعملها كده في نهر النيل في منطقة ما فيهاش كوبري. لكن جه الرئيس الراحل محمد انور السادات وابتدى في انشاء نفق الشهيد احمد حمدي اللي هو موجود هنا
شمال مدينة السويس بحوالي 15-20 كيلو في نفق الشهيد أحمد حمدي اللي بيعدي تحت مية وقاع قناة السويس وتطلع من الناحية التانية هنا في شبه جزيرة سيناء عشان تروح خصوصا جنوب سيناء. وبعد كده جه الرئيس محمد حسني مبارك واتعمل في عصره كوبري مهم جدا اللي هو كوبري السلام المعلق، اطول كوبري معلق في مصر، كوبري عالي جدا اتعمل اهو فوق قناة السويس، كوبري معلق على عمودين. تعالوا نشوف صورته على الطبيعة شكلها ازاي. الكوبري لما عملوه خلوا ارتفاعه عن المية 70 متر عشان يسمح بمرور معظم السفن اسفل الكوبري. هتلاقوا خط سكة حديد معدي تحت الكوبري لان في خط سكة حديد جاي من الاسماعيلية ورايح بورسعيد ماشي جنب قناة السويس بالظبط طول السكة وبيدخل في الانطرة وبعد كده يكمل لبورسعيد. ادي منظر الكوبري. العمودين او الاربع اعمدة اللي هم بيسندوا الكوبري دول والكوبري معلق عليهم ارتفاعهم عن الارض 155 متر وارتفاع جسم الكوبري زي ما قلنا 70 متر عن سطح المية، فالسفن بتعدي بالطريقة دي تحت الكوبري. كده الطريق واحنا طالعين الكوبري بيبقى شكله بالمنظر ده. وده المنظر من فوق الكوبري، تحتيك ارض خضراء ومزارع سمكية طبعا. وباين تفريعة البلاح كمان هناك، في هناك بعيدها دي تفريعة البلاح. ده شكل الكوبري وانت معدي عليه بالعربية من فوق. ده اسم كوبري السلام وافتتحه الرئيس مبارك في شهر اكتوبر سنة 2001. في كمان خمس كباري عائمة افتتحوا في عصر الرئيس عبد الفتاح السيسي. عندنا خمس كباري عائمة كلهم افتتحوا في الفترة من 2016 ل 2019. ده اسم كوبري عائم، يعني ممكن في فترة تلاقيه مقفول وفي فترة تلاقيه مفتوح، وهنوريكم صورة ليه تانية. شايفين هنا مثلا ادي الكوبري اهو منظره وهو ايه بيتفتح او بيتقفل. لما بيتقفل طبعا بيسمح بعبور السيارات دي اللي واقفة هنا مستنية دورها، ولما بيتفتح طبعا السفن هي اللي بتعدي وما بينفعش السيارات تعدي. في كوبري هنا ده موجود شمال السويس عند نفق الشهيد احمد حمدي قريب منه شوية. في كوبري تاني موجود كمان، تعالوا نشوف مكانه فين. الكباري انا عاملها باللون الاحمر. في كوبري هنا اهو شمال ابو سلطان عند سيرابيوم. في كوبري تاني هنا عند الاسماعيلية اهو، هنا الكوبري في ناحية من هنا فيه وتعدي كده وتمشي في الحتة دي الجزيرة الوسطانية وتكمل عبورك هنا، وساعتها يبقوا الاتنين مقفولين طبعا عشان تقدر تعدي من هنا لغاية هنا. في على فكرة مدينة هنا جميلة بتتعمل شرق الاسماعيلية، شرق التفريع اللي عملناها سنة 2015 اسمها مدينة الاسماعيلية الجديدة. المدينة دي مدينة متخططة جدا وجميلة جدا، طولها حوالي 7.5 كيلو، موجودة شرق قناة السويس شرق الاسماعيلية بالظبط. وعشان تروح لها هنقول بعد شوية نروح لها ازاي، سواء بالكوبري الاحمر ده او الكوبري التاني العائم ده. المهم ان في خمس كباري اماكنهم من جنب كوبري السلام كده وعند الانطرة لغاية قرب السويس هنا في المنطقة دي. في بقى كمان عملنا ايه؟ اهم حاجة اتعملت في الفترة اللي فاتت هي الانفاق اللي بتعدي تحت قناة السويس. احنا ما اكتفيناش بنفق الشهيد احمد حمدي، عملنا نفقين تاني في عصر الرئيس السيسي وافتتحناهم في 2018 او 2019. عملنا خمس انفاق تاني في عصر الرئيس السيسي، نفقين اسمهم 3 يوليا. نفق 3 يوليا عبارة عن نفقين متوازيين جنوب مدينة بورسعيد على طول جنوب التفريعة، بتعدي بيهم انت هنا وتروح هنا للناحية التانية. في نفقين تاني موجودين شمال الاسماعيلية مباشرة وهم دول اللي تروح بيهم برضو مدينة الاسماعيلية الجديدة. ادي الكارتة بتاعت النفق اللي بتعدي عليها وتدخل كده، انت بتدخل هنا كده بتدخل تحت الارض وتمشي تحت قناة السويس وتعدي وتطلع في الناحية التانية من هنا. انفاق الاسماعيلية اسمها انفاق تحيا مصر، لكن انفاق بورسعيد اسمه نفق 3 يوليا او انفاق 3 يوليا. عملنا فرع تاني او ازدواج تاني بقى لنفق الشهيد احمد حمدي هنا، بقى في نفق الشهيد احمد حمدي هنا وشماله بحوالي 500 كيلو مدخل لنفق تاني اسمه احمد حمدي 2. ده اتعمل ويا دوبك تم الانتهاء منه سنة 2020 السنة اللي فاتت. وناويين كمان يعملوا نفقين تاني عند قرية ابو سلطان التابعة لمركز فايد ابو سلطان اهيا،
ومركز فايد موجود هنا اهو، فهيعملوا هنا شمال البحيرات المرة، هيعملوا نفعين تاني هنا، هذا ما يخططون له. فاضل اكلمكم عن المواني بسرعة كده، ايه المواني اللي افتتحناها او طورناها في الفترات اللي فاتت؟ طبعا عندنا من زمان ميناء السويس اللي هو ميناء زي ما قلنا بور توفيق، وعندنا ميناء بورسعيد في شمال قناة السويس. لكن لما عملنا هنا جه الرئيس مبارك عمل ميناء ضخم جدا اسمه ميناء شرق التفريعة، ولا تزال توسعات ممكن تتعامل فيه تاني. الحاويات الضخمة اللي انتوا شايفينها دي ده اسمه ميناء شرق التفريعة، وادي السفن اهياتي بتملأ او بتفضي الحمولة بتاعتها هنا في ميناء شرق التفريعة، ده غير ميناء بورسعيد. برضه اتعمل في عصر الرئيس مبارك ميناء العين السخنة هنا، ميناء ضخم شوية، واتعمل له توسعة جامدة سنة 2017 او 2018 اللي هي دي، والكلام ده اشارنا ليه في الفيديو بتاع مدينة الجلالة. طبعا من الموانئ الجديدة اللي اتعملت في عصر الرئيس مبارك ميناء دمياط اللي على البحر المتوسط جنب مدينة دمياط الجديدة ومدينة دمياط نفسها، ده ميناء دمياط طبعا من الموانئ الكبيرة. هتتعمل كمان مدينة اسمها بورسعيد الجديدة هنا او مدينة شرق بورسعيد، اتعمل منها جزءها او اتبنى منها بعض الانشاءات دي على البحر المتوسط، موجودة شرق بورسعيد بحوالي 25 كيلو او شرق نفق 3 يوليو بحوالي 25 كيلو. طيب هل الرئيس عبد الفتاح السيسي سنة 2015 افتتح قناة السويس جديدة فعلا ولا عمل ترعة يا دوبك زي ما بيقول البعض؟ تعالوا نشوف. قناة السويس من ساعة ما افتتحها الخديوي اسماعيل كانت مسار واحد مفرد، ما ينفعش تكون مزدوجة. جه الرئيس جمال عبد الناصر سنة 55 وقبل تأميم القناة عمل ازدواج هنا وحفره عند المنطقة اللي اسمها البلاح دي، هو اللي عمل الازدواج ده. شايفين القناة في المسار ده او في الحتة دي مزدوجة، وده كان ازدواج طوله حوالي 9 كيلو متر، وعمل ازدواج تاني او حفر مسار تاني موازي شمال البحيرة المرة هنا طوله حوالي 4 كيلو متر فقط. وبعد كده جه الرئيس محمد انور السادات عمل الازدواج ده او التفريعة دي اللي هي عند بورسعيد وداخلة يمين كده في الناحية الشرقية، دي مدينة بور فؤاد ودي مدينة بورسعيد، ودي كان طولها تقريبا حوالي 15 كيلو متر. بعد كده محدش عمل اي ازدواجات تاني في قناة السويس، ولم يحفر لها ازدواج في عصر الرئيس محمد حسني مبارك، لكن جه الرئيس عبد الفتاح السيسي وعمل برضو ازدواج تاني. يبقى اللي عمله الرئيس عبد الفتاح السيسي ما اسموش قناة السويس جديدة ولا برضو اسمه ترعة، اسمه ازدواج او تفريعة زي اللي عملها الرئيس جمال عبد الناصر والرئيس محمد انور السادات. بس التفريعة اللي عملها الرئيس عبد الفتاح السيسي اطول بكتير بصراحة من التفريعات اللي عملها الرؤساء السابقين. من جنوب جزيرة البلاح كده على طول هنا اهو شمال الإسماعيلية اتحفر في عصر الرئيس السيسي الجزء ده اللي انا ماشي عليه بالماوس، ده هو ده اللي حفره الرئيس عبد الفتاح السيسي لغاية هنا، فبقت المسافة كلها من عند البحيرة المرة لغاية جزيرة البلاح مزدوجة بعد ما كانت دي فردانية، وده بيسمح زي ما انتوا شايفين في الصورة كده ان سفن تمشي في اتجاه الشمال وسفن تانية تمشي في اتجاه الجنوب، وده بيوفر كتير على وقت عبور السفن. هل المشروع كان ضروري ان احنا نعمله؟ الله اعلم، على حسب حركة التجارة الدولية والعالمية. هل حركة التجارة الدولية كانت كبيرة او زايدة علشان نحفر قناة السويس جديدة او نحفر تفريعة جديدة علشان نزود السفن اللي داخلة واللي خارجة؟ الله اعلم، بس هي حاجة كده كده كانت لازم هتتعمل، لان قناة السويس كل ما تكون مزدوجة كل ما ده بيوفر وقت كتير جدا على عبور السفن، وبيسمح للقناة انها تستحمل دخول سفن اكتر بكتير عن السفن اللي بتدخلها. يا ترى السفن اللي هناك بيبقى شكلها ازاي واحجامها ازاي؟ السفن اللي هناك يا جماعة ضخمة جدا جدا واحجامها كبيرة جدا جدا، تعالوا نشوف ازاي. بصوا معايا مثلا على السفينة المعدية دي اللي ظهرت وهي معدية في قناة السويس وصورها جوجل اهو، دي سفينة حاويات ضخمة زي ما انتوا شايفينها، دي مقدمتها ودي اخرتها من ورا، وده الموجة او المية اللي هي عاملاها وهي معدية. لما نقيس طول السفينة دي يا جماعة من اولها كده لغاية اخرها كده هنلاقي ان طولها 397 متر، يعني حوالي 400 متر. انتوا عارفين ان الطول ده اكبر من طول كوبري قصر النيل اللي في القاهرة. طيب عرض السفينة كام؟ عرض السفينة حوالي 60 متر بالظبط. السفينة دي من اكبر سفن الحاويات في العالم، برضو دي سفينة حاويات، طولها كام؟ طولها 392 متر تقريبا، يعني كل السفن دي عملاقة طولها حوالي 400 متر.
ممكن نشوف سفن تانية طولها أقل من كده، ممكن نشوف سفن مش حاويات، نشوف سفن مثلا حاملات أو ناقلات بترول زي السفينة دي مثلا اللي عليها مهبط هليكوبتر أهه وباينة برضو، بس دي طولها مش 400 متر، دي طولها مثلا حوالي 200 متر بس. تعالوا نتفرج على منظر القناة بقى على الطبيعة.